أهلا بكم في حصاد الأيام. في بغداد صورتان، واحدة مملوءة بالجمال وأخرى تحوم حولها الشبهات، بنايات شاهقة ومجمعات بآلاف الوحدات بأسعار فلكية لا يشتريها الموظف ولا ينظر إليها الكاسب ولا تراود أحلامهم حتى، لأنها فوق مستوى الإمكانات المادية وحتى الخيالية، لكنها دون مستوى النظر لمن فاق فساده الأرقام والمؤشرات. سوق العقارات أعلى أساليب غسيل الأموال في العراق، وما بين البنك المركزي ودوائر التسجيل حلقة غابت بقصد أو بدون قصد، لكنها أثرت واستفحلت. عمليات مشبوهة طوقت بالحصانة أمام الإجراءات والحماية أمام القرارات لتفتح أبواب الانتهاكات دون أي عقوبات. فمن هو المسؤول إذا تحول الرقيب لمرتشي وأغلق عين الضمير وفتح تسليب المقدرات دون رفة جفن؟ أهلا بكم. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. محور حديثنا في الملف الأول راح يكون عن سوق العقار في العراق وأسعاره الخيالية واستغلاله كبوابة لغسيل الأموال. إذن ينضم إلينا في هذا الملف في الاستوديو الخبير في مجال العقارات الأستاذ قاسم هادي. مرحبا بحضرتك. حياكم الله وتحية لجميع مشاهدي قناة. أهلا بحضرتك أستاذ قاسم. ما هي أبرز تحديات سوق العقارات اليوم في العراق؟ يعني أسعار خيالية بالنسبة للمواطن، ما سبب هذا الارتفاع المبالغ فيه؟ هناك اتهام بغسيل الأموال، طرق ملتوية، أساليب عديدة، شنو أبرز التحديات اليوم يواجهها المواطن العراقي؟ تفضل. حياكم الله. واقعاً أزمة العقار أزمة متجذرة، وبدأت بواكير هذه الأزمة قبل 50 عام. بسبعينيات القرن الماضي ظهرت نسبة العجز في أعداد الوحدات السكنية إلى نسبة النمو السكاني تقريباً أكثر من 20%، وبعد هذه الأزمة بدأت يعني تصاعد. سنة 87 صارت 32.6%، سنة 97 كانت أكثر من 42%، من 2007 صارت أكثر من تقريبا 63% نسبة العجز في الوحدات السكنية لنسبة النمو السكاني. نعم. طبعا أهم ملامحها أنه كانت تعرف، بما أنه أزمة متجذرة، كانت الدولة والجهات المختصة في هذا القطاع الإسكان هي أهملت القطاع الإسكان بسبب الحروب. كانت مجهودات الدولة تتركز للمجهود الحربي. نعم. فيعني أهملت جزء كبير من الخدمات، ومن ضمنها قطاع العقارات أيضا أهمل. القضية الأخرى أنه عندنا النمو مضطرد في أعداد السكان في العراق، يعني سنويا نزداد 1 إلى 1.25 مليون نسمة، هاي تحتاج من 200 إلى 250 ألف، وماكو برامج تغطي هذا الموضوع، مثلا أو لا ماكو خطط تغطي يعني هذه النسبة وهذه الزيادة بالأعداد الوحدات السكنية. القضية الأخرى أنه هي مؤسسات يعني ذات الاختصاص بهذا الملف، هي أيضا ما بعد 2003
ايضا كانت غير فاعله وهذا الملف غير فاعل. عندنا قضيه اخرى انه قضيه الاستثمار بالمشاريع السكنيه ورؤوس الاموال الاجنبيه والمحليه هي ايضا مو فاعله، يعني الفعاليه كلش قليله بها، فهاي خلت ازمه العقار ايضا تتفاقم. نعم. و يعني من اكمل المشكله وعظمها هي عمليه غسيل الاموال، الاموال المتولده من الفساد المالي والاداري وتمويل الارهاب. هاي قضيه كبرى وهي جعلت من سوق العقار يرتفع، وبدا الطلب يتعاظم على الوحدات السكنيه من قبل المواطنين، فصارت الاسعار مرتفعه وتضاهي اسعار لندن ودبي. شلون تمارس عمليات الغسيل في شراء العقارات، يعني اذا حتى نوضح تكون صوره واضحه للمشاهد؟ تبدا العمليه انه شخص معين انه يشتري عقار يمتلك بنايه او مجموعه عقارات سكنيه، وبعدين يبيعها من باع عقارات، انه من يسال باي مكان مثلا عمليه تحويلها، عمليه نقلها، عمليه ادخالها باسهم، اللي تمر بمرحله جهات رقابيه او جهات غسيل الاموال وتمويل الارهاب، راح يقول انا بعت العقار الفلاني. قبل سنه تقريبا البنك المركزي اصدر انه مصادر اموال شراء العقارات اللي هذا تحدث عنه، يعني كان ايضا البنك المركزي صرح عنه البارحه اعتقد. هو كان الموضوع سابقا ماكو، يعني انه المواطن اي شخص يجي يشتري عقار ما مسائل عن مصدر امواله. فبعدين من يروح يبيع العقار، يعني كانت امواله هي عن مصدر بيع عقار وتتم العمليه. طبعا هذا اضر سوق العقار بشكل والهب سوق العقارات، وبالنتيجه المواطن تضرر، لان بالمقابل انه هي العقارات السكنيه ايضا ارتفعت بصوره يعني فاحشه. جيد، اذا تسمح لي، اذا عبر سكايب الخبير المالي والمصرفي الدكتور عبد الرحمن الشيخلي، مرحبا بحضرتك دكتور. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بجنابك دكتور. سوق العقارات اعلى اساليب غسيل الاموال في العراق خلال الفتره السابقه، هذا ما اكد مسؤولين في البنك المركزي بتصريحات مختلفه، شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ ابتداء شكرا جزيلا الى جنابك والى مشاهديكم والى ضيفك الكريم. موضوع غسيل الاموال هذه واحده من اهم المشاكل اللي ممكن ان تتعرض لها المؤسسات الماليه والمصرفيه وحتى الحكوميه، عمليات غسيل الاموال اللي تجري من خلال بيع العقارات. وهذه مجموعه العمل الماليه المعروفه اختصارا باسم فاتف اولت اهتمام لهذا الموضوع وردت لها ابواب ضمن الأربعين معيار اللي تحدثت عنها واللي حاولت أن تضع نقاط على الحروف في عملية استخدام الأموال في عمليات تمويل غسيل عمليات تنظيف أو تبييض الأموال. المشكلة اللي صارت مثل ما تفضل ضيفك الكريم أنه الأزمة هي مو جديدة، وإنما الأزمة قديمة كانت موجودة، لكنه الفساد المالي والإداري اللي استشرى بعد 2003 فسح المجال إلى عمليات تمويل جهات غير شرعية وغير مسموح لتمويلها، ولذلك تسربت أموال كثيرة من الأموال العراقية إلى جهات محظورة. بعد التقيد اللي أجرته الدولة والحد من هذا الانتشار الكبير، بدأ الفاسد والمتحصل على هاي الأموال الغير شرعية إلى اللجوء إلى طريقة جديدة لتبييضها وإدخالها في القنوات المصرفية من خلال عملية شراء وبيع العقارات. بالسابق كانت عملية تهريب وتسريب هذه الأموال إلى جهات غير مسموح بتسريبها كانت يعني نوعا ما جارية. عندما حدد هذا النشاط أصبح الطريقة الجديدة هي أنه يشترون العقار بهذه الأموال الفاسدة، وكانوا بالسابق يهربون أموالهم ويشترون في دبي وفي تركيا وفي عمان وفي كل جهات العالم. بعض الفاسدين اشتروا جزر بكاملها بالخارج. الآن بعد ما قلت لك ضيق الخناق عليهم بدأوا يتجهون إلى الداخل واشتروا هذه الأموال. بنفس الوقت صارت عملية مع الأسف، يعني الجهات المانحة خاصة البنك المركزي والمصرف العقاري وصندوق الإسكان قام ينطي قروض لمبالغ كبيرة. طبعا هو هذه المبالغ يعني هي مضطرين أنه يواكبون زيادة الأسعار والتضخم اللي صار بالشارع، فلذلك زيدت. يعني أنت تتذكر جنابك ومشاهديكم في الثمانينات والتسعينات القرض الماضي ما كان يتجاوز القرض اللي يقدم إلى المواطن لأغراض في شراء العقار عن 10,000 دينار.
أما الآن وصل إلى 150 مليون دينار. فهذا 150 مليون دينار من صارت كقرض إلى المواطن أصبحت حالة رفع. يعني قبل كانت يمكن 50 مليون كان ممكن المواطن يقدر يشتري بها أو يبني بها بيت، لكنه لما بدأت الجهات المانحة أنه تزيد نسب القروض بسبب التضخم بدأت أيضا المستغلين والجشعين. دكتور هذه القروض، هذه القروض الكبيرة مو للمواطن البسيط، بالتالي النتيجة اليوم نشوف القروض لكل المواطن. لكل المواطن، هو مكتوب لكل مواطن. القروض المتوفرة لشراء السكن اليوم نشوفها متوقفة. نعم، القروض اللي كانوا ينطوها للمواطن لشراء وحدة سكنية اليوم نشوفها متوقفة، صار لها يمكن سنة أو سنتين. لا هي توقفت بس القروض اللي كانت تمنح لمبادرة البنك المركزي، أما صندوق الإسكان والمصرف العقاري استمروا في عملهم. لا بالعكس، كانت 125 مليون صارت 150 مليون. المهم أنه هذه القروض أنا هذه دا أعطيها واحد من الأسباب وليس كل الأسباب. هذه المواطن العادي بدأ يتأثر بها، أما عملية غاسل الأموال واللي مستحوذ على الأموال بطريق غير شرعي هذا مهمة، بدليل أنه بعض الشقق في المجمعات السكنية في بغداد وصل أسعارها إلى 600 ألف دولار. 600 ألف دولار، يعني إذا تلاحظ وهي شقة ما يتجاوز مساحتها عن 125 متر مربع. إذن أكو فئات كثيرة من المواطنين غير قادرين على شراء هذه العقارات، وأكو مواطنين آخرين تحصلوا. هو المواطن اليوم يسأل شلون يأثر غاسل الأموال على ارتفاع سعر العقارات في العراق؟ عفوا ما سمعتك. غاسلي الأموال شلون يأثرون على ارتفاع الأسعار في العراق للعقارات؟ هذا غاسل الأموال ما يهمه، لأنه الأموال اللي بتحصل عليها مو أموال بطريقة شرعية، ولذلك مثل ما يقول أبو المثل ما تعبان بيها، فما يهمه بيش ما كان السعر. المهم أنه يدخل هاي الأموال اللي هي جاية بطريقة غير مشروعة إلى القنوات المصرفية، من يدخلها عبر المؤسسة المصرفية يتصور في ذهنه أنه هو راح يقدر يجعلها نظيفة، لكنه هي حقيقة الأمر التحريات والاستخبارات غسيل الأموال بإمكانها أن تتوصل إلى معرفة هذه الأسباب. وقلت لك أنه مجموعة العمل المالية الفاتف ومكاتبها، والآن بعد صدور قانون رقم 39 لسنة 2015 جرم كل عمليات غسيل الأموال في مجال العقار. ولذلك البنك المركزي العراقي عندما أصدر تعليماته منذ عام تقريبا، وأكد عليها السيد حسين، أستاذ حسين معاون مدير مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي يوم أمس، على أنه يجب أن يكون الالتزام تام بالمبلغ اللي مرسوم كحد أعلى أو سقف لأعلى مبلغ ممكن أن يتم تداوله في عمليات بيع وشراء العقارات. لكنه الاستفسار واللي راح ممكن أنه يثير التساؤل، إذا كان العقار أكثر من 500 مليون دينار هذه الحالة شلون راح يصير؟ هل يجزأ؟ ثم هل أنت بالبداية لازم يسأل، طبعا هو هذا في موضوعة الأنتي ماني لوندري وموضوعة الكي واي سي اللي هي عرف عمود عميلك، يسأل هذا المواطن عندما يجي يودع أو يسحب مبلغ من هذا من المصرف أو المؤسسة المصرفية عبر قنواته، يسأل من أين لك هذا المبلغ، ولازم يتحققون. بس بما أنه التجديد ما كان بشكل ملتزم وانضباط عالي كانت تمر عمليات كثيرة، ولذلك مثلا كانت من تحول مبلغ معين أقول أنا أريد أروح أشتري عقار في تركيا لأن أنا عائلتي موجودة في تركيا وأريد أحول عقار، ما يتم تحويل العقار وفق الضوابط اللي المفروض أنه يلتزم. دكتور جزئية تحديد ال 500 مليون، تحديد ال 500 مليون ما راح يسبب فد مشكلة، وأنه أنا راح أشتري عقار ويحول المبلغ بهكذا، هذه العمليات هذه غير مشروعة. المفروض يتم التأكيد والتجديد على مثل هكذا تعاملات. نعم جيد، وضحت الفكرة. أعود لحضرتك سيد قاسم، اليوم نشوف مثلا بناية تسوالها 500 مليون أو مليار، يجي شخص يشتريها بثلاثة مليار وأربعة مليار، شنو اللي جابره يشتري مثلا بهيك سعر؟ وهذا الأمر اللي خلى الأسعار العقارات اليوم نشوف بيت بناء ثمانينات ب 600 و 700 مليون ببغداد، أم جزء حتى يتجاوز المليار. أي هذه هي مصادر أموال، مصادر أموال غير شرعية، وتطرق لها أستاذ العبارة قال أنه ما تعبان بيها، هاي تجعله أنه يشتري أي عقار، وتعرف هاي أموال هاربة من وجه العدالة من الدورة المالية الصحيحة، فأيضا هي أنه ممكن يوضحها بهذا المكان هو يكون أمن مكان إلها.
حتى لو كان العقار ما يسوى. وبالحقيقة هم عندهم رؤية أنه يعني واضعين أنه شايفين أزمة السكن، شايفين هذا. طبعا هاي الأموال اللي خارج العراق هاربة كانت أيضا كان لها دور برفع أسعار العقارات ببعض الدول المجاورة الإقليمية. ولكن تعرف هاي الدول هي بالفترة بالسنتين الأخيرة تدهور وضعها الأموال، جماعتنا صعدة ولا صار حتى بالدول يعني إيه انهارت اقتصادياتها، فصارت أنه عملية وضع الأموال بالخارج سببت لهم خسائر كبيرة، وضاعت الأموال والبنوك ما بدأت تصرف والعقارات أيضا انهارت. فبدأ العمل أنه بالعراق كوضع آمن في هذه العقارات، وهي أيضا احنا بالأساس عندنا أزمة سكن، فكان هو أمن شيء أنه وضعها بالعقارات. جيد، القضية ما هي الحلول اللي من الممكن أن تضعها الحكومة لاحتواء أزمة السكن؟ تعرف اليوم أزمة السكن أزمة كبيرة اللي يفكر بها الكل، وبنفس الوقت من هناك أشخاص عندهم يعني 3 عقارات و4 باسمهم، نفس الوقت شخص ما عنده شبر مثلا بالعراق. هذا يعني الحديث يعني طويل، ممكن نختصره أنه تكون أكو خطة استراتيجية مستمرة ومستقرة توضحها الدولة في قطاع الإسكان. يعني المواطن يعرف نفسه بيا سنة راح يمتلك قطعة أو برا سنة راح يمتلك أرض، والدولة وين رايحة بهذا الاتجاه، أنه مشروع ثابت سنوي، أنه تحدد الدولة الزيادة السنوية توفرها لازم، وتبدأ تعالج الأزمة، فارق الأزمة اللي هي الآن عبر 5 مليون. تقرير اللجنة النيابية أنه كان وصل 8 مليون متسكنية احتياج العراق. يعني هذا هاي المشكلة، أنه الدولة تضع في نظرها هذا الاعتبار، أنه أكو زيادة سنوية عندنا من أكثر من 200,000 متسكنية نحتاج، وعندنا 5 مليون متسكنية تعالج. القضية الأخرى أنه العقارات بما هي أزمة ولكن هي تتعرض لعملية احتكار. يعني 3 محاور الآن هن يعملن على رفع أسعار العقار، هي عملية الاحتكار، زين، عملية غسيل الأموال، التضخم السكاني، ذن 3 مشاكل. فعندنا قضية الأخرى اللي نتحدث عنها هي عملية الاحتكار، يطبق قانون 20 لسنة 1982 اللي هو يحدد الأسرة كيف تمتلك عقار وكيف هذا. هذا حتى أيضا هو يمر بمنظومة عملية غسيل أموال شراء العقارات. يعني الآن أبو غسيل الأموال إذا طبق هذا القانون ما من حقه يمتلك أكثر من عقار سكني، فراح ما راح يشتري عقار سكني. يعني حد غلقنا الباب نهائيا. نعم. لا نقول لمن جاب الفلوس، ولا هي فلوسها تبقى يمه ويبقى محاصرة ومتابعة، يبقى بس العقار التجاري. ما ممكن الدولة تحدده أنه أكثر، خلي العقار التجاري واضح اليوم مو أكو عقار تجاري أقل من 500 مليون. فإذا يعني العملية تكون أوضح وتكون الرقابة أشد، وراح تكون تخفف الوطاء على امتلاك العقار وأسعار العقارات. هاي قضية أخرى. أيضا المنصة اللي أني نحب أوضح فكرة أنه قضية العقار 500 مليون، هي أن المبلغ هذا هواية المفروض يتقلل، أنه يراقب أنه أكثر من 500 مليون اللي محدد البنك المركزي يعرض إلى أجهزة الرقابة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن يكون أقل. يعني المبلغ 150 مليون فعلة هاي تكون جيدة، ما يخالف أنت عندك 150، ما له علاقة بالبيت. أنا شوف مصدر أموالك، أنا ما منعك أنه تشتري بيت، مواطن محتاج بيت ما جاي منعك. الآن العمام مال البنك المركزي ما جاي يمنع، بس جاي يقول لك مصادر أموالك منين. بايع بيت، عندك عمل، عندك مصلحة، عندك تجارة معينة، شنو مصدر الأموال؟ البنك المركزي أصلا ما محدد لبيع وتشتري. احنا الآن نقول نقترح انه يطبق قانون 20 هذا، انه الامتلاك أكثر من عقار. هذا القرار إذا تطبق راح يسوي لك مشاكل هواية. بعض يقول لك أنا هاي أموال مكتنزة من أبويا، من جدي، من تعبي، أولادي، مصدر ما يخ. أستاذ الأموال مكتنزة ما تنكنز مليارات بهاي المبالغ، مكتنزة لا، واضحة المبالغ المكتنزة واضحة، وأموال الميراث واضحة. والآن يطبق من ضمن هاي العمان بنك المركزي، يجون هواي ناس البنوك ليراجعون، يا احنا بعنا ملك، عندنا ورث، عندنا مصدر، عندنا كذا، موضوع معين. وقضية أخرى أنه موضوع هذا العملية هاي تكون أكو منصة لعملية البحث، أنه أنا لما جيت مريت للبنك وبررت قلت لهم يابا هاني 700 مليون أو 500 مليون، كان مصدرها المصدر في المكان الفلاني، أنه هاي تدخل منصة حتى إذا أمر على بنك آخر بعد أسبوع أو أسبوعين، وإذا امتلك عقار أنه اسمي يطلع موجود، أنه أنا امتلكت عقار قبل كذا أسبوع.
هاي يجب هذا أن يتأتمت الموضوع، راح تكون أكثر دقة وتكون الرقابة جيدة عليه. اللي يقدر يحصل هاي المليارات ويغسلها وكلها ما يقدر يعبر هاي الحلقة الصغيرة، ما قدروا يتجاوزون هاي بعد. نتأمل خير إن شاء الله. أستاذ عبد الرحمن، عود لي حضرتك. اعتماد الدفع الإلكتروني بشراء العقارات إلى إيجابيات مثل تسهيل عملية الرقابة على الأموال، لكن بنفس الوقت سلبي يجوز للبعض، لأنه يدخلهم مشاكل، تقول لك ربما تكون أموال مكتنزة عندهم من سنين. هذا الموضوع شلون راح يتم التعامل به؟ لا لا لا، شنو المشاكل اللي راح يدخلها؟ هو راح يروح يودع المبلغ في المصرف في حسابه، وبالتالي راح يرفع المبلغ بهذه الطريقة، أسلم إليه وما يتعامل بالعملة الورقية، وراح يتعامل بالعملة الإلكترونية من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني. ما عنده مشكلة، بالعكس راح تكون أفضل وأمن، وراح تمر عبر القنوات المصرفية وبطريقة آمنة وبطريقة سليمة ومراقبة. لكنه مثل ما تفضل جنابك المخاطر، إيه وين راح دكتور، لكن احتمال ما يقدر يثبت مثلا مصادر الأموال منين جاءت، يجوز مكتنزة من من عمل حر مثلا او من سنوات. ممكن باوع سيدي الفاضل، انا تطرقت قبل قليل الى استماره الكي واي سي اللي تعتمد في كل المؤسسات المصرفيه، عند ما يفتح حساب في مصرف اول ما يفتح الحساب يؤخذ من عنده بيانات في استماره، تعرف اسم اعرف عميلك او اعرف زبونك، تبين بها المصادر، حتى مستوى الدخل اللي يدخل له، مصادر الدخل اللي تدخل له، معدل الكتله النقديه اللي يتداولها خلال السنه، ايش قد راتبه مثلا اذا كان راتب، اذا كان قطاع خاص ايش قد ايرادته. فلذلك حتى حجم هذا الموضوع راح يدخل في قاعده بيانات مضبوطه، حتى في مساله حساب الضريبه. انت بالسابق كان اكو هناك اعفاء ضريبي لعقار واحد بالسنه، اذا بعت انت عقار واحد في العمر، مو بالسنه، بالعمر مره واحده اذا بعت عقار تعفى من الضريبه، اذا صار اكثر من مره تبيع عقار راح ياخذ ضرائب، وهذه الضرائب تكون تصاعديه اذا كنت انت تبيع اكثر من عقار خلال فترات متقاربه. هذه الموضوع عندما ينعمل بها بشكل سليم، وبالتالي راح تكون متبعه وفق قاعده بيانات حقيقيه، ماكو اشكاليه ابدا، ماكو. يعني انت هسه احنا خلينا نضرب مثال، احنا هسه نروح الى ارقى مناطق بغداد مثلا، المنصور، الجاتيه، الحارثيه، وتروح وتجي تسال هذه العماره اللي تسوالها مثلا عشرات الملايين الدولارات، عشرات ملايين الدولارات، تجي تسأله تقول له انت قبل الاحتلال شن تملك، شان عندك، منين اللي جاك الورث، الورث اللي جاك من منو، تسأل هاي مسائل بسيطة. احنا ليش عندنا اكو مكتب استخبارات مكافحة غسيل الاموال، في مكتب غسيل الاموال اسس وفق القانون رقم 39 كما ذكرت لك، هذا يتحرع عن مصادر الاموال، اي شبهه، أي دكتور هذا القانون حكينا بها صار سنوات، لكن وين تطبيقها؟ لا هي احنا نحكي على التطبيق وعلى الالتزام، اما اذا تريد ما تطبق فهذا ممكن تدخل بها الرشاوى وتدخل بها الوجهيات، وهذا تابع لفلان وذاك تابع العلان، وممكن انه تمرر. احنا نحكي بشكل منطقي وسليم وفي سياقات عمل صحيحة وفق القانون وفق الضوابط المعمول بها. وأنا قلت لك منظمة الفاتف 40 توصية بس في هذا المجال في عمليات مكافحة غسيل الأموال، وأكو هناك توصيات أخرى 9 ملحقة بها، 8 من عندهم في تمويل الإرهاب، وواحدة في انتقال الأموال من داخل. إي دكتور، مو أنا ما سوينا شيء، هم راح ينفذ منها اللي عنده نفوذ وعنده علاقات وعنده فلوس واللي قدر يغسل، وهاي بالتالي هذا راح يكون مأمن من هذا الإجراء. لا، هو انت اذا كانت عندك قاعده بيانات، يعني انت من تجي تدخل على الحاسوب وتدخل تدخل الاسم والتفاصيل اللي عندك، راح تعرف حتى العقارات اذا كان عنده بالبصره وبالديوانيه وبالنار او بالموصل، كلها راح تعرفها وايش قد متعامل بها وخلال الفترات السابقه. لكنه قل لي عمليات التهرب ممكن يسجلها باسم زوجته، باسم ابنه، باسم بنته، باسم اخوه، باسم قريب اليه، حتى صارت بعض الحالات انه تسجل باسماء ما لهم علاقه بهذا الشخص مقابل كمبيالات ووصولات ياخذ من عنده، وصولات امانه ياخذ من عنده حتى يسجل هذا العقار باسمه حتى يعفى من الضريبه او يعفى من الملاحقه القانونيه. زين، هذا اللي هنا، هذا اللي هنا، هذا الاجراءات يجوز ممكن نحد بنسبه قليله. كأي جريمه، وكأي مجرم
كل ما أنت تشدد الخناق في مكافحة هذه الجريمة كل ما هو يبتدع طرق أخرى. إيه راح يروح يشتري خارج العراق؟ العقار. اللي يروح يشتري عقارات خارج العراق شلون ممكن انه تلاحقه؟ لا شلون راح يحول هالفلوس؟ ما هنا راح ينلزم عمليه التحويل المبالغ هذه راح تصير وفق ضوابط حددها مو بس البنك المركزي وانما منظمه الفاتف حددت هذه المبالغ انه لا يقل عن كذا ولا يزيد عن كذا ويجب ان يجلب وثائق تاكد مصدر الاموال وبالتالي يباوع لاحق. سيدي مسالتين مهمه جدا لازم نعرف منين حصل الاموال وين راح يصرفوا الاموال. لما يجي يقول لي انا جبت عندي مثلا مليار دينار مليار دينار عندي تقول له منين حصلت هذه؟ اذا عرفت مصدرها وقال لك يابا انا ترى هاي ورث من فلان من فلان من فلان وجمعتها هذا ويلا صارت هذه وبعت فلان بيت وفلان هذا صار عندي مليار دينار مو اوكي ماشي وين راح توديها؟ لازم تجيب لي وثيقه انه انت راح تشتري بها عقار يقارب هذا المبلغ. مو قواترة خاصة معايير مكافحة غسيل الأموال في العالم مطبقة أكثر مو مطبقة عندنا بالعراق ولو الأولى الأخيرة بالعراق ما تطبق بحذافيرها وبتفاصيلها لكنه ثق أنه في العالم ما يستقبلون. أكو مواضيع عمليات الأنتي ماني لوندري عندما تحول مبلغ إلى الخارج ولم يجد المستفيد الضوابط المتطابقة مع التعليمات والمعايير الدولية من حقه مو بس يوقفها ويجمدها للمبلغ وإنما يصادرها وأحيانا يعيدها إلى البلد اللي مرسلة من عنده. جيد جيد دكتور عود لحضرتك مسائل محسوبة. أستاذ إجراءات جيدة جدا ممتازة. السؤال الأول يعني نقدر نطبقها مثلا على أرض الواقع لو راح تبقى حبر على ورق؟ ثانيا إذا طبقت شنو انعكاسها بالنسبة لأسعار العقارات في العاصمة؟ هي بالنسبة لها يعني طبقت يعني بالنسبة للتعليمات من 500 مليون مبلغ وأكثر أنه هو يسأل عن مصدر أموالها وتحدثنا أنه لازم يكون مبلغ يقلل. هذه هي طبقت وجيدة يعني حدت من بعض الحالات ولكن هي أكو مشكلة أنه تهاون بعض دوائر التسجيل العقاري يوجد يعني أكو ثغرة وأكو مفروض أنه هو أكو مكتب بدائر التسجيل العقاري اسمه مكتب غسيل الأموال ما أعتقد مفعل بصورة جيدة. القضية ممكن هذا الثغرة الأخرى أنه ممكن يعني 500 مليون مبلغ هواية ممكن يعني من خلال عقار مثلا يشتري مليار أو 700 مليون 850 يجي ويسجله بأقل ال 500 ويمشي الحال فأربع عقارات غصن يعني 3 مليار 4 مليار يعني هاي المشكلة. لذلك أننا نحث أنه نقترح نقول أن تكون 150 مليون. القضية كتأثيرها على سوق العقار يعني ما لها تأثير كبير ولكن يتحدد لنا من جريمة يعني جريمة وهي هاي الجريمة كانت عامل مساعد برفع الأسعار ولكن بالأس لرفع الأسعار العقارات وأزمة السكن هو التضخم السكاني وعدم الجهات القطاعية هي فشلت. 5 مليون و6 مليون العفو 5 مليون و6 مليون سعر المتر أسعار خيالية جدا. بالتالي اليوم واحد ما ممكن يقدر يجمع له مبلغ 500-600 مليون حتى يشتري له بيت. هذا نتحدث عن الموظف أو الكاسب أو المهم بالنتيجة بمحور سؤالك أنه هي قضية مكافحة غسيل الأموال إلها دور نسبي بخفض الأسعار العقارات والحد منها ولكن هي موضوع العقارات أنه مو مرتبط فقط هذه الفقرة ولكن الفقرة لا مؤثرة إلها تأثير غسيل الأموال. أريد حلول. الحلول الأخرى عملية الاحتكار للعقارات أنه تكون الامتلاك لعقار واحد فقط للعائلة وإذا عندك أكثر من عقار ممتلك سابقا عملية بيحن أنه سهل عليك وإذا تمتلك عقار آخر أنه محدك القانون والعقارات التجارية أيضا مباح أنه تمتلك 5 أو 10 ماكو مشكلة عندنا. قضية أخرى عملية الإقراض الخاطئة هي تتوقف اللي شراء عندنا عملية إقراض شراء وحدات سكنية من الأحياء السكنية الموجودة هاي أيضا عملية مضرة بالعقارات وأدت إلى يعني الإضرار بالبنى التحتية والبيئة لأن تعرف أنت وقرض 150 مليون 50 مليون 100 مليون يروح يشتري من الأساس الوحدات السكنية الآن مسكونة هاي راح تنتج عندنا عملية إفراز وعملية إضرار بالبنى التحتية وعملية ترفع لنا أسعار الأحياء السكنية. هاي عملية القاضي أن الجهات المانحة المصارف عندنا البنوك اللي تمنح هذا تكون أنه تمنع شراء تمنع منح قروض لشراء وحدات سكنية في الأحياء السكنية الموجودة يكون منح لشراء قطع أراضي جديدة بغير أماكن فارزتها الدولة
أو بالمجمعات الاستثمارية ممكن أنه نقول هاي العقارات اللي موجودة الأحياء السكنية تمنح؟ لا نعم تمنح، تمنح خلال الترميم أو عملية هدم معادة البناء ممكن عملية إقراضها، ولكن عملية شرائها بقرض هاي يعني طبعا تعتبر مشكلة والسبب انه برفع الاسعار وعمليه الافرازات اللي يعاني منها المواطن 50 متر و100 متر، لان هي اسعار قليله هاي والمبالغ عال، الاسعار سعر المتر عالي. القضيه الاخرى انه هي الدوله تتوجه بصوره جيده ويعني بجديه الى عمليه الاستثمار في العقارات، وتعرف قطاع الاسكان هو يعتبر رأس قاطره يحرك مجموعه يعني راح يقضينا على نسبة كبيرة من البطالة، راح تكون إيراد للدولة جيد من هذا خلال قطاع الإسكان وتحل مشكلة المواطن. جيد، باقي لنا أقل الدقيقة. دكتور عبد الرحمن، المجمعات السكنية تأثيرها على ارتفاع الأسعار، أيضا الحلول المناسبة اليوم برأيك حتى يقدر المواطن، بالتالي صار الموضوع السكن والبيت حلم بالنسبة للمواطن العراقي إذا يتجاوز النصف مليار دينار. تفضل. الموضوع بيه شقين، الشق الأول اللي هو العمليات اللي تجري في بيع وشراء العقارات واللي هي أساساً مستندة على عمليات غسيل الأموال، فنتركها جانباً وتحدثنا عنها بما يكفي، لكن نأخذ الجانب الثاني للمواطن العادي البسيط اللي يريد يشتري له عقار أو اللي يريد يسكن له في دار. هذا أولاً راح يأخذ هذا القرض على دفعات، على مستوى البناء، على مستوى الإنجاز، إذا كانت ضمن مجمعات سكنية يدفع القسط الأول وبعدين على سنوات يدفعها بأقساط مريحة، فإذا راح تكون عملية سهلة. ولكن المشكلة اللي صارت أنه في مركز بغداد صار أسعارها مرتفعة كلش بحيث ما يقدر المواطن العادي أن يمتلك مثل هكذا وحدة سكنية، ولذلك صارت الخروج إلى خارج بغداد. اثنين، الدولة استخدمت أسلوبين، أسلوب البناء المجمعات السكنية الواطئة الكلفة والكبيرة، وأعتقد خلال الأشهر القليلة الماضية افتتحت وحدة من المدن الصناعية السكنية الجديدة اللي هي أعتقد مدينة الجواهري وفي أبو غريب، ويمكن بعد أكو مدن أخرى أربعة أخرى في محافظات أخرى في العراق. هذه واطئة الكلفة ومو عمودية أو أفقية، بها خدمات كثيرة، والمواطن العراقي جنابك أنت تعرف يعني يفضل المجمعات الأفقية ولا الأفقية وليس العمودية، لأن العمودية يعني ما هالقد يرغب العراقي. الشغلة الثانية اللي سوتها الحكومة أوعزت إلى وزارة التجارة بتسهيل الحصول المواطن اللي يبني دارة بإيده على مواد الإنشائية بأسعار مخفضة وبأسعار مدعومة من قبل الدولة. ولذلك نشوف وزارة التجارة فتحت أكثر من منفذ لبيع الحديد والخشب والسيراميك. جاوزنا على الوقت دكتور. حتى الإسمنت وهكذا. الخبير المالي والمصرفي دكتور عبد الرحمن الشيخ، ليشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، والخبير في مجال العقارات الأستاذ قاسم هادي، شكرا جزيلا لجنابك. حياكم الله. شكرا. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول راح يكون بأبرز ما جاء في منصة أكس حول قطاع العقارات في العراق من ناحية الأسعار والاستغلال بجرائم غسيل الأموال. نتابع.
إذن ملفنا الثاني راح يكون عن انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للوحدة الإسلامية في العراق تحت شعار طوفان الأقصى قضية وهوية، وراح نفتتحها وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. تحت شعار طوفان الأقصى قضية وهوية، احتضنت العاصمة العراقية بغداد فعالية المؤتمر الدولي الثاني للوحدة الإسلامية بحضور نخبة من كبار العلماء من داخل وخارج العراق. كلمات الحاضرين تلاقت في محاور عديدة ومشتركة، أهمها دعم القضية الفلسطينية. كثير من بلدان العالم بسنتهم وشيعتهم يؤيدون ويستصرخون الضمير العالمي على أن يكون تكون هذه القضية قضية حية، وطوفان الأقصى أعطى الروح للجسد الإسلامي، وإن شاء الله النصر حليف لهذه المقاومة. هذا المؤتمر الدولي كما تشاهدون هو مؤتمر للوقوف مع الشهداء، للوقوف مع المظلومين، لإطلاق صرخة للإنسانية جميعا أن يقفوا مع غزة، فالوقوف مع غزة انتصار، والوقوف مع الصهاينة انكسار وإن كان ظاهره غير ذلك. تحية إجلال وإكرام لشهدائنا وللجرحى في غزة وفلسطين وفي العراق وفي كل الأمة الإسلامية. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المعاناة التي لا يزال يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، وإبراز الوجه القبيح للاحتلال وإدانة جرائمه ضد الأبرياء، والتأكيد على استمرار دعم المقاومة. أسأل الله عز وجل أن يكون مؤتمرنا القادم في أرض غزة، حيث تجتمع العمائم البيضاء والسوداء لتكون في محراب الوحدة الحقيقية. عندما يمتزج الدم، الوحدة الحقيقية هي أن يمتزج الدم العراقي، السوري، اللبناني، الفلسطيني، اليمني، وكل دول العربية والإسلامية في ميدان واحد، إذاك تكون قد تحققت الوحدة الإسلامية. بوحدة العديد من الدول المناصرة للقضية الفلسطينية توحد كلمتها من أرض العراق، وتجدد استنكاراتها ضد القصف والتهجير القسري ضد أبرياء غزة. من العاصمة بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن حديث ملفنا الثاني راح يكون مع المتحدث باسم الجهة المستضيفة لمؤتمر مجلس علماء الرباط المحمدي الشيخ كامل الفهداوي. سماحة الشيخ مرحبا. حياكم الله. مرحبا. أهلا بجنابك. سماحة الشيخ، ما أهمية انعقاد هكذا مؤتمرات لا سيما وهي تنادي بمظلومية الشعب الفلسطيني وضرورة نصرة القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ليس غريبا على العراق هذا الموقف، فالعراق سجل حضورا دائما في قضية فلسطين، وبل هذا الحضور تجسده يعني مقابر العراقيين في داخل فلسطين. هناك مقبرتين للجنود العراقيين في حروبهم في فلسطين، فالعراق حاضر بأجساد أبنائه في داخل فلسطين. وعلى مدار تاريخ هذه القضية كان دائما العراق والسباق في رفع الصوت للمنادات بحق الشعب الفلسطيني، وحتى اليوم هو أول الحاضرين على الجانب الحكومي الاجتماعي المواقف السياسية. نعم، هذا ليس غريبا حقيقة. الحكومة العراقية مشكورة، الموقف واضح. كثير من الحكومات هناك ضبابية على مواقفهم. نعم. بل هناك مواقف للأسف الشديد سيئة في الوقوف مع المحتل. العراق دائما واضح في تعامله مع القضية الفلسطينية، واليوم هذا المؤتمر وشيء بسيط يقدمه أهل العراق تجاه إخوانهم في فلسطين. جيد، ما هي الخطوات اللي من الممكن أن تقدم عبر هكذا مؤتمرات؟ ما هي النتائج المرجوة من هكذا مؤتمرات ربما قد تتحقق في حقيقة؟ الأمر الأول هو تذكير الأمة بقضية فلسطين، أنها قضية المسلمين الأولى. نعم. الأعداء حقيقة أرادوا أن يشتتوا بوصلة المسلمين في قضاياهم الأساسية، فذهبوا بنا بعيدا إلى أفغانستان، ثم اتجهوا إلى البوسنة رغم أنها قضايا تستحق. نعم. ولكن جعلوها قضايا الأمة الرئيسية،
وبالحقيقة هي ما كانت إلا أولا إشغال، ثم يعني ربما دخلت في التيار السياسي ومصالح الدول العالمية. فنحن نرى أن الأمة جيشت جيوشها وأرسلت شبابها إلى أفغانستان لمقارعة الروس، ولكننا عندما خرج الروس وجاءت أمريكا واحتلت أفغانستان خفت هذا الصوت. الأمة لم يعد هناك جهاد في أفغانستان لأن أمريكا موجودة. حقيقة العودة إلى فلسطين هي عودة إلى البوصلة الحقيقية. بس البعض ربما يسأل سماحة الشيخ، يقول لك يحتاج المسلمين إلى أن تذكرهم بالمفروض هي قضيتهم، يعني المفروض متعايشين معها وداعمين بشتى الطرق. حقيقة عندما نرى أن هناك دول عربية وإسلامية يعني تسارع للتطبيع، إذن هناك نسيان. عندما تتجه دول إلى التطبيع مع الصهاينة ولا تقف مع فلسطين، معناها أن الأمة يعني أشغلوها بقضايا كثيرة، كل بلد أشغلوه بقضاياه، باقتصاده، بفقره، بعوزه. فنرى أن دول تسابقت للتطبيع، فواجب علماء الأمة اليوم التذكير بقضية فلسطين أنها قضية شرعية، والوقوف معها وقوفا شرعيا، ومساندتها كل المساندة، وأن من يقف مع يعني الصهاينة فهو ضد هذه القضية الإسلامية ويدخل في مجالات أخرى. فضرورة التذكير، لأن الأمة الآن اليوم الشعب العراقي بأي شيء مشغول، أكو مباراة بين الريال ومدريد. نعم. القضية نسيت. هذا النسيان له خذلان، وهل يفيد التذكير لمن خذل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ هناك جهات يعني فاعلة في هذا المجال، ولله الحمد هناك دول الآن نعم. تشارك وتساند القضية الفلسطينية. الموقف اليمني موقف واضح، موقف الجمهورية الإسلامية نعم. موقف واضح، لبنان، العراق أيضا موقفه واضح. نحن نعول على هذه الدول الحقيقية الأصيلة التي تمثل يعني هذا الدين، تمثل تراث الأمة في وقوفها مع فلسطين. أما الدول أشباه الدول نقول والتي تهرع للتطبيع، هؤلاء لا يمثلون الأمة. جيد، أيضا ربما نستطيع أن نعول على البعض من الشعب وليس على مواقف زعماء هذه الشعوب. ربما الكثير من المواطنين لديهم الروح الوطنية، لديهم القضية الفلسطينية هي فوق كل شيء، وتكون آراءهم مخالفة لزعماء بلدان. نحن لا نعمم حقيقة في موضوع الدول، نحن نتكلم عن المواقف الرسمية. أما شعوب الأمة الكل، بل الأمر تعدى شعوب الأمة الآن. أمريكا، مظاهرات أمريكا وبريطانيا، هذا خير دليل. نعم، هذا دليل واضح أن فلسطين هي قضية أصبحت الآن قضية إنسانية، لذلك اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا في رحلة الإسراء والمعراج، وصلاته بالأنبياء إماما، يريد أن يذكر أن هذه الأرض هي لكل المسلمين. والمسلمون هنا كما ذكرهم الله عز وجل، قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء الأنبياء دينهم واحد، ولذلك فلسطين تجمع كل الأديان. فتذكير الآن القضية فلسطين لأنها مرتبطة بجميع الأديان، نرى التحرك أصبح عالميا في مساندة فلسطين. جيد، سماحة الشيخ، هل لديكم حراك وتواصل مع دول إسلامية بخصوص هذا المجال من خلال هذا المؤتمر، وما هي أبرز هذه الدول؟ حقيقة المؤتمر كما رأيتم جمع يعني أغلب الدول الإسلامية الحقيقية يعني التي لها أثر في فلسطين، وهؤلاء ينتمون إلى جهات وإلى منظمات. نعم. وهي هذه المنظمات فاعلة في دولها ومساندة لقضية فلسطين، ولها إجراءات عديدة يعني رغم هذا التضييق الموجود على قضية فلسطين وحصار فلسطين، لكن هذه الدول وضعت بصمة لها في فلسطين، وفلسطينيون أنفسهم في داخل غزة يعرفون من هو العراقي، من هو اليمني، من هو اللبناني، من هو الإيراني. هذا الأمر أصبح واضحا. جيد، سماحة الشيخ، ما هي أبرز التحديات اللي تواجه البلدان الإسلامية في هذا الوقت، سواء كانت تحديات مباشرة أو غير مباشرة؟ الآن يعني حقيقة الأمر أصبح بوضوح شديد. الآن ليس أمام الدول ولا الشعوب بل وحتى الشخصيات، ليس أمامهم إلا أن يكونوا مع فلسطين أو يكونوا ضد فلسطين. أصبحت فلسطين هي المحك في إظهار حقيقة الشعوب
والمنظمات والأحزاب والشخصيات. الآن قضية إسلامية واضحة، هناك اضطهاد وقتل، حرك الغرب الذي لا علاقة له بالدول العربية، ربما لا يعرفون شيء اسمه فلسطين، ولكن هذه القضية بالإجرام الذي وقع على أهل فلسطين أصبحت قضية إنسانية. الآن موقف الدول، هل أنت مع فلسطين أو ضد فلسطين؟ فالكل عليه أن يختار. يكفي هذا الغبش الذي عشنا فيه يعني على هذا الأمر طويلا، مواقفنا متذبذبة. فلسطين الآن واضحة، ولا ربما لا تجد قضية بهذه الوضوح، أنه قضية إسلامية إنسانية، وقوف مع مظلومين. ما هي موقف هذه الدولة؟ تطبع الآن مرة بعد كل الذي حصل، هناك من يهرأ للتطبيع، هناك من يوقف الصواريخ التي تريد أن تذهب إلى العدو الصهيوني ونقول عنه أنه عربي أو إسلامي. نتحدث عن قبلة المسلمين وأكثر الشعوب مظلومية في العالم. نعم، يعني الأمر مرتبط بداخل ديننا، هذه يعني قضية القبلة الأولى، والنبي ركز عليها كثيرا، وأن هذه بالقرآن هي أرض مقدسة، مقدسة للمسلمين، مقدسة لليهود، مقدسة للمسيحيين. فالوقوف معها، ووقوف مع الحق، ووقوف مع الدين، ووقوف مع الإنسانية. حتى إذا تترك الجانب الديني، هناك جانب إنساني كبير جدا. يعني إلى ماذا تعزو ضعف مواقف هؤلاء الذين ينظرون بعين واحدة، وربما لا يريدون أن ينظرون أصلا إلى الأمور على حقيقتها؟ هو التبعية بعبارة مختصرة، هؤلاء هم تبع، يعني لا يمثلون لا ثقافة الإسلام ولا ثقافة العرب. العربي معروف أنه يقف مع المظلوم، نعم، ويناصر المظلومين، ويعني هناك حلف اسمه حلف الفضول. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يذكره يقول: لو كان في هذا الوقت لكنت يعني فيه. هذا الحلف هو لنصرة المظلوم. فأي ظلم يعني أعظم من هذا الظلم اليوم؟ يعني 7 أشهر وأهل غزة تحت القصف والجوع، ثم وهناك دول إلى الآن تستحي أن تسحب سفير إسرائيلي من أين هذه المواقف؟ سمحت الشيخ، ما هو الفرق بين النسخة الأولى للمؤتمر والنسخة الثانية التي أقيمت فيها؟ حقيقة النسخة يعني هذه الأخيرة التي تختص بموضوع غزة، حقيقة يعني موقف العراق، موقف هذه الدول المشاركة، أنها تقف مع فلسطين من جانب شرعي، نعم، إسلامي، إنساني، وطني، عروبي، من جميع المواقف. هذا الزمن الذي يستطيع الإنسان إما أن يتخذ هذا الموقف الواضح، نعم، أو يتخاذل ويبحث عن حلول، ويبحث عن تطبيع، ويبحث عن لا يكون في المواجهة. حقيقة نحن نشكر جميع هذه الدول التي أعلنت موقفها أن مع فلسطين، واختارت البلد الحقيقي لإظهار هذا الأمر وهو العراق، بما يحمل من تاريخ، وما يحمل من حضارة، وبما يحمل من مواقف. المتحدث باسم الجهة المستضيفة لمؤتمر مجلس علماء الرباط المحمد الشيخ كامل الفهداوي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، شكرا لجمعك. إذن مشاهدينا، ختاما بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يؤكد لإسماعيل هنية أن قرار حماس بالموافقة على الهدنة مسؤول وينبع من تقدير المصالح العليا للشعب الفلسطيني. اللجنة العليا للإعمار والاستثمار توافق على مشاريع في مجالات الطاقة والصناعة والمستشفيات في بغداد وبابل والبصرة. المجلس الأعلى للشباب يحدد يوم غد الخميس موعدا لمقابلة المتقدمين على البرامج الشبابية بعد اختيار 100 برنامج ومبادرة. مجلس المفوضين يقرر تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية لانتخابات برلمان إقليم كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية. وزير العمل والشؤون يؤكد العمل مع لجنتي العمل والقانونية النيابيتين على تشريع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية.
إذن مشاهدينا، ختام الحصاد انتهى. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، ونلتقيكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.